شمال يوم سواق الدار والحب شمال يوم سواق الدار والحب هذه وقفة احتجاجية خداوها الإخوان المستغلين فيما يخص الأحكام اللي تنفذت عليهم ديال 100 درهم و 200 درهم عن كل يوم تأخير على أساس العقود العرفية والعقود النموذجية اللي سالت للناس ومالين الكريم اتجهوا للمحكمة وملي ما تضرتش لها ديك الرخصة ديالو تيحكموا عليك بديك الغرامة التهديدية 100 درهم و 200 درهم وكاين اللي تجمعت عليه 20 مليون 25 مليون 16 مليون والناس ما عندهمش فين غيخلصوا هذا لان هناك مذكره وزاريه 61 اللي حنا تنعرفوا انه الطاكسي تابع لوزاره الداخليه ما تابعش حد اخر تابع لوزاره الداخليه هي اللي غتفك المشاكل ديالو لان تنعرفوا في ولايه الجهه كاينه واحد اللجنه اللي كتفك النزاعات بين المستغل والمأذونيه وملي كتمشي لديك اللجنه الا ما تفهمتيش انت ومول الكريمه ديك اللجنه كيقول لك اودي سير خلص الكره ديالك وسير تخدم راه ما كاينش حيد ديك الكريمه ولكن اليوم كنتفاجئ ومول الكريمه تيمشي للمحكمه وتيعطيو حقه كيفاش يعطيو حقه الله اعلم هذا سؤال مطروح هما اللي غيجاوبوا عليه لان ما يمكنش هذا مواطن مغربي كاري واحد الكريمه كيخلص 50000 ريال في الشهر وفي الاول عاطي 40 مليون ديال الحلاوه تحت الطابله هذه راه معروفه المغرب كامل تيعرف هذا الشيء واتجهت المسؤوله راه عارفين هذا الشيء باش ما يديرش وقت نفوذ نيوم راه عارفين انه ملي كيبغي تكرى شي كريمه كتكرى ب 30 مليون ولا 40 مليون في النوار عاده باش كيولي ديك 50000 ريال في الشهر ديال الكرا فلهذا تنطلبوا من جهات المسؤوله يديروا واحد التنسيق بين وزاره الداخليه ووزاره العدل في كل مشاكل لهاد المغاربه هادو راه مغاربه هادو ما جاوش يمشي دول اخرى واستغلوا الطاكسي في المغرب هادو مغاربه خدامين مع المغاربه هذاك مول الكريمه مغربي وهذا مول الطاكسي مغربي كاينين بزاف ديال المشاكل ديال في قطاع سيره الاجره من ضمنهم هاد التطبيقات الاخوان كاينين ناس لوبيات كتستنفع وكتسترزق مع بعض الشباب الله يسامحهم الله اللي كانوا حتى هما في مهنه الطاكسي اللي مشاو لابليكاسيون اللي هي التطبيقات الوهميه اللي حاليا راه مع شي مشكل عير في المغرب مشكل تقريبا في بزاف الدول الاوروبيه وبزاف الدول الاسيويه كاين هذا المشكل ديال التطبيقات بالنسبه للمغرب كاينه واحد كاينه كريمه ديال الطاكسي كاينه المأذونيه هي راه قالوها في مجلس المدينه النقل في المواطنين كيتم عبر الطاكسي من غير الطاكسي راه غير قانوني يعني كيتسمى النقل السري كاينين بعض اللوبيات اللي كتسترزق وكتاخذ فلوس من بعض الشركات وكتخدم هاد الشباب هادو كتوهمهم ان غدا راه غادي يكون عندهم ترخيص انهم يخدموا قانونيين وحنا انا كمهني في قطاع سيره الاجره وجميع النقابات وجميع الجمعيات غنتصداو لهم لان ما يمكنش تجي لابليكاسيون او التطبيقات تخدم فوق مني انا كيكتبوا على بعض الشباب كيوهموهم كاين بعض الشباب سامحهم الله اللي كانوا في قطاع سيره الاجره ودخلوا كيخدموا في هذا لابليكاسيون هذا وباغيين الترخيص راه ما عمره غادي يكون ان شاء الله يعني غادي حتى يموت الطاكسي يقتلوا الطاكسي عادي يخدم لابليكاسيون هذه من جهه الثانيه هو كاين بعض الناس اللي كتخدم في لابليكاسيون راه فيهم ناس اللي كتبيع الغبره فيهم ناس اللي كدير الدعاره فيهم ناس اللي كتمتهن حرف اخرى ما عندهمش الغرض هو انه يوصل داك الزبون او يدي داك الزبون للمحل ديال العمل ديالو كاينه ناس اللي كدير اعمال غير خارج نطاق القانون شكون اللي غيراقبهم وشكون اللي غيشوفهم حيت هو داير لابليكاسيون بهذيك لابليكاسيون باش كيستغل هو ديك الخدمه الغير قانونيه اذا حنا كناشدوا المسؤولين من هذا المنبر ديال المنبر ديالكم كناشدوا المسؤولين يدخلوا في هذه القضيه ديال التطبيقات وهذه القضيه ديال لابليكاسيون وكناشد المسؤولين انهم ينقضوا المهني راه المهني يحتضن السائق ديال سياره الاجره راه يحتضن عندنا مشاكل كبيره وكثيره كنتمنى من المسؤولين ومن الحكومه اللي كاينه حاليا جميع الناس اللي عنده اللي مسؤول على قطاع سياره الاجره يتدخلوا ويحميوا السائق المهني راه في خطر.